أحد الإخوة هنا يسأل، هذا أحد الوهابي، يقول لك الأشعرية تقول يتكلم الله سبحانه وتعالى، كيف يتكلم؟ هذا سؤال طبعا من عنده. يتكلم بلا حرف ولا صوت، بالله عليكم أما فيكم عاقل؟ هكذا يقول هذا. طيب أنت أول شيء تسأل عن الكيف، وكيف عنه مرفوع. هل هذا لما قلنا له كيف عنه مرفوع ايش رد هذا؟ قال لا، مجهول وليس مرفوع. طيب انا راح اجيب لك السند المتصل بانه كيف عنه مرفوع. لاحظ، لاحظ هنا، وهذا مصح او حديث، هذا اثر صحيح بتصحيح وعيد وهابي، مش لاحظ بتصحيح هذا الحاشدي محقق الاسماء والصفات، مش الكوثري، لا هذا الحاشدي بتقديم الوادعي. شو بيقول لك؟ شوف، كنا عند مالك، القصه المعروفه معروفه، بيقول له الرحمن على العرش استوى، كيف استواه؟ فاطرق مالك الى ان يقول، فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه شوف مرفوع. شوف يا شوف، هذا الفرجيه، هذا اللي عمال يكذب. لاحظ، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. مرفوع، شفته؟ شفته؟ ايه اشو سنده؟ اشو هذا سنده؟ شوف، ما 166، زيله تحت ما 166، صحيح عن مالك. شوفوا هذا الحاشدي تقديم الوادعي. اقتنعت ولا لا؟ فأنت تسأل عن الكيف، والكيف مرفوع، وأنتم أصلا تقول لا يسأل عن الكيف ويسأل عن المعنى. نعم، شوف 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 كيف يسأل مسألة. شوف 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 شوف، حتى تلقط وهابي، كيف كلم الله موسى؟ طيب أنا بسألك، كيف ينزل الله؟ أنا بيقول لك لا تتكلم بالكيف. شوف، حتى تعرفوا هؤلاء الوهابية السحرة. لما سألتهم عن النزول، شوف الأسئلة الثمانية عن النزول، قال هذه أسئلة على الكيف، إن هي إيش؟ إنه هي إذا نزل إلى السماء الدنيا هل هو عال أم نازل؟ طيب هل نزول الله هو من علو إلى سفل؟ هل معنى، هل صحيح أن معنى، شو عم نتكلم عن معنى، معنى نزول الله هو انتقاله من فوق إلى تحت؟ طبعا لا بيحسوا يقولوا إيه ولا بيحسوا، إذا قالوا انتقاله من فوق إلى تحت، إذا قالوا نعم ينتقل إلى تحت، إذا صار تحت، وأنت تقول العلو صفة عقلية واجبة، ما لا يكون تحت أبدا. وإذا قلت لا، هو لا ينتقل من فوق إلى تحت، إذا أولت النزول، عطلت النزول، حرفت النزول، فرغت النزول من معناه. لاحظتم؟ وكمان سؤال مهم، أين الله إذا نزل إلى السماء الدنيا؟ هل هو في السماء الدنيا أم على العرش؟ المهم، أنا هذه سألتها، إيش أجابوني الوهابية عندما سألتهم هذه الأسئلة؟ إيش أجابوني؟ قال أنت تسأل عن الكيف، أنه ولا سؤال منه سؤال عن الكيف، كله سؤال عن المعنى. فنرجع، هاي هون شوفون، هون أنا جبت الوهابي، شوفون أيوان أنا أجبته. شوف يقول لك ينزل نزولك يليق بجلاله، إيه كيف ينزل؟ أنت ما بتقول كيف يتكلم؟ شوف هلا بيصير لك، هلا بيصير شو اسمه، بيصير ورع، بيقول لك لا تتكلم بالكيف، أنت عم بتقول كيف يتكلم؟ شوف 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 شوف، هون واحد ايش قال لي هون، انت تسأل عن الكيف. شوف شوف، عندما تخرج التشبيه من رأسك نجيبك، هذا كفرنا بتوهماتك. لاحظوا، مع انه بيتكلموا انه كيف ينزل، هل ينزل بنقله ام بغير نقله؟ بيقول لك اربع، ابن تيميه بيقول لك هذه اربع اراء للسلف. شوف اقوال النزول، ثلاثه اقوال في قضية إيش؟ في قضية إنه هل ينزل ويخلو ولا لا يخلو؟ شوفها، بيصيروا ورعين هلا، يعني بيصيروا ورعين. شوف إنه هل ينزل بحركة ونقلة؟ بيقول لك شوف، في هل يقال إنه ينزل بحركة ونقلة أم غير حركة ونقلة، أم يمسك عن إثبات والنفي على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى؟ مين هذا؟ ذكرها
هذا ابن تيمية في كتبه لاحظ مجموع الفتاوى، يقول لك خلاف آخر أنه هل ينزل إذا نزل يخلو من العرش، يقول لك ثلاثة آراء، لا طائفة تقول يخلو وهو ابن مندى، وطائفة تقول لا يخلو، يقول لك هذا القول جمهور السلف، وطائفة توقفت قال لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، يقول لك هذا قول عبد الغني المقدسي، وهذا اللي اختاره ابن عثيمين ومقابله ابن القيم. يعني وفقا لهذا القول، يعني هذا حيرة، ما بيعرف هل هو يبقى على العرش أم لا، يعني ابن القيم محتار في أمره، لا يعرف إذا ينزل يخلو من العرش أم لا، لا يعرف إذا كان هو على العرش أم لا إذا نزل إلى السماء. فجاوبني لأشوف أنت وين صار هذا، وين هذا صار، حتى نرجع لعنده هذا نشوف الساعة متورع. شوف 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 شو أقول لك، ألم يكلم الله موسى؟ نرجع لقضية الكلام هذا، أنا عم بسألك. شوف شوف شوف، أنت بتقول لي كيف يكلم الله موسى، شوف شوف كيف ينزل الله، أنت تعرف هذول أبالسي يعني، استغفر الله. قبل شوي بقول لك سألت، أقول لك عم تسأل عن كيف، هو عم يسأل عن الكيف، يعني بكل شوف شوف بكل بجاحة، لاحظ 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 شوف، بيقول لك كيف هذا الشيء، مو هيك عمي مره طلع قال لك يا اخي لا نتكلم بالكيف، ولا يرجع بيسال بيقول لك اذا كيف يتكلم، والشموسي نفسه بيقول لك اذا كيف، اذا لا يتكلم بكيف بحرف وصوت، اذا كيف يتكلم. بالمناسبه ابن تيميه يقول لك الحرف والصوت اثباتا ونفيا بدعه، تعرفها انت يا موحد الانصاري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب عبد المبارك، ابن المبارك قال ايش؟ من قال لك يا مشبه فاعلم انه جهل، ايه، ومن قال لك، ومن قال لك ايضا تكلم عن، لحظه لحظه اجيب لك اياها، شوف شوف يا موحد، من قال يا موحد، لحظه هاي، ايوه، من قال بيت التوحيد، اجيب لك يا هاي، من قال لك يا محي، قال في هذا قول من تكلم عن هذا. شوف شوف القضاة لما سألوا ابن تيمية هل تقول بالجهة، شوف بيقول لك، بيقول لك إطلاق هذا اللفظ الجهة، هم طلبوا منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله، فقال شوف قال أما قول القائل الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة، فقال فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ، أنا ما أثبت الجهة لله، لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة، وأنا لا أقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة، واتفق عليه السلام. بيرجعوا بيسألوه عن قضية الحرف والصوت، شوف بيقول لهم قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به، قائم بالله، بدعة، وقوله إن معنى قائم بذاته بدعة، لم يقل أحد من السلف لا هذا أنه حرف وصوت قائم بالله، ولا هذا أنه معنى قائم بالله، وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف، اللي هو إيش؟ أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بس هذا الذي أجمع عليه السلف، ما قالوا به بصوت ولا بغير صوت. عرفت يا أنت اللي عم تسأل؟ عرفت أنت عم تسأل؟ شوف هل شوف 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 هذا بيسأل، طيب أنت تقول شوف شوف من قال قال ابن مبارك من قال يا مشبه فاعلم أنك جهمي، طيب إذا أنت جهمي لأنك تقول عن الأشاعرة شبهوا ثم عطلوا، خلاص انتهى الكلام، إذا أنت جهمي، هل كلمه بصوته؟ صوت نفيا وإثباتا بدعة. إذا قال الرجل المشبه أعذره فإنه يرى رأي جهم، طيب وأنت أيضا
إذا قال الرجل المشبهة فاحذروا فإنه يرى رأيها. أيوة، أنت تقول الشاعرة مشبهة لأنها مشبهة، تقول شبهة في المعطل. فلان المشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاعلم أنه جهل. طيب، وإذا رأيت فلان يتكلم في التوحيد فاعلم أنه خارجي، لأنه يرمي الأمة يرمي الأمة بالكفر، وهذا إيش شغل الخوارج. في عندي هاي، إذا رأيت يتكلم في التوحيد طيب، في هذا القدر كفاية. إن شاء الله نكمل المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين.